أول تعليق من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب ووجودها في المستشفى للعلاج من الإدمان. هسمعكم التسجيل الصوتي كله لحسام حبيب اللي بيتخلى عنها دلوقتي وبيقول: أنا معرفش حد بالاسم ده، هي مين شيرين دي؟ دي دمرت لحياتي. كمان أول تعليق من سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب، وقالت إيه وطردها هي وحسام حبيب من أمام المستشفى. تفاصيل جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب اللي أثارت الجدل في الساعات الماضية. شيرين محبوبة وصوتها قوي جدا، لكن للأسف دمرت نفسها من أول يوم عرفت فيه حسام حبيب. شيرين حاليا متواجدة في المستشفى بعد ما أخوها أخذها بالغصب علشان تتعالج من الإدمان. أثبتت التحليل إن هي مصابة من الدرجة الثالثة، معرضة كمان حياتها للخطر. حسام حبيب قال إيه لما الناس بدأت تهاجم فيه؟ المشكلة إنكم لما تسمعوا كلام حسام حبيب هتقولوا: أنت ليه قاعد قدام المستشفى؟ ليه حاولت تهرب شيرين؟ طبعا حسام قال الكلام ده لأنه بقى خايف، لأن في أكتر من محامي رفع عليه قضية إن هو لازم يعمل تحاليل كاملة علشان يشوفوا نسبة المخدر في جسمه عشان يثبتوا إن هو اللي دمر شيرين عبد الوهاب. هقول لحضراتكم الأول إيه اللي قالته سارة الطباخ. سارة الطباخ قالت: شيرين ملك مصر كلها مش ملك نفسها، نفسي أعرف ليه المستشفى منع الاتصال بيها ومش عارفين نتواصل معاها ومنعين عننا الزيارة. شيرين إنسانة ومحبوبة ومعرفتي بيها كلها خير ومحبة، ولكن الكلام اللي بيطلع إن السبب في تدميرها كلام عاري جدا من الصحة. ده كلام سارة الطباخ. كلام حسام حبيب قال إن شيرين دي أكبر غلطة في حياتي، دي أكبر غلطة إني عرفتها وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، ولا عايز أعرفها ولا أسمع صوتها ولا أشوفها مرة تاني في حياتي. من اللحظة دي أنا معرفش حد بالاسم ده. الناس اللي مش مصدقة كلامي هتسمعوه دلوقتي. شيرين دي أكبر غلطة أنا غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، لا عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز أشوفها في حياتي تاني. تنسى إن هي عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده. يعني ليه الناس بتلوم على أخوها؟ أخوها زي أي راجل عنده كرامة، أخذ أخته بالعافية علشان تتعالج لدرجة إن هو قال لو آخر نقطة في دمي هفديكي بيها يا شيرين، لأن شيرين اتضح دلوقتي إن هي مفلسة. حسام خلص عليها وعلى كل الفلوس اللي معاها، وكمان خلاها أدمنت على المخدرات، والمخدرات دي خلصت على كل الفلوس اللي معاها، ودلوقتي أخوها اللي بيصرف عليها وبيصرف على بناتها وبيصرف على علاجها في المصحة. كمان سمعنا في مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب إن أمها كانت بتقول إن شيرين كانت بتقابل حسام حبيب في شقة وهم مش متجوزين، وكمان كانوا بيشربوا مخدرات مع بعض، وإن حسام هو السبب في تدميرها. مفيش شك إن مصر كلها زعلانة على شيرين لأن هي فنانة محبوبة كل حياتها اتدمرت. ممكن تكون هي سبب في تدميرها لأن هي حبت حسام حبيب، لأن هي ما أحسنتش الاختيار. المشكلة الأكبر دلوقتي تماديها في الغلط. اللي زعل أكتر هم بناتها، هم دلوقتي قاعدين مع خالتهم